قناة ماريانا نحو فكر أفضل. يا ربي يا ربي. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إن الدعاء قادر على تغيير العديد من الأشياء، حتى أن الإلحاح فيه مع الثقة في الله بالاستجابة قد يغير القدر. ومن هنا يلجأ كل طالب إلى الله داعيا ومتضرعا له بأن يبلغه ما يريد. إليكم الدعاء يقال قبل الدخول على الامتحان: اللهم استجب لنا ووفقنا لما تحب وترضاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب سهلا، اللهم ذكرني منه ما نسيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان وتجعل الخيرة فيه، إنك على كل شيء قدير. ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وبحق قولك: إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وبحق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبحق سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وبحق ففهمناه سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. اللهم نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء الإجابة. اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم قنا شر الإنس والجان، واخلع علينا خلعة الرضوان، وهب لنا حقيقة الإيمان. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا، وشكرا كثيرا، وذكرا طويلا، ورزقا وفيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح والتوفيق في الامتحان. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو. وبكم نكبر، وإلى اللقاء بفيديو آخر جديد، مع تحيات أختكم مريانا.